ممكن سؤال؟ تفضل. الرجل اللي سلم عليك منه؟ عمي. زين، ممكن اسالك وياك؟ تفضل. جبرائيل عليه السلام سيد من سادة الملائكة، لما رب العالمين نزل العقاب على قوم لوط، نزل جبرائيل وبطرف جناحه رفعهم قلعهم بالجو، اهبطهم الى الارض، خسف بهم الارض، اغرقهم بالبحر. تتخيل عظمته؟ فعلا. جبرائيل واحد من سكان السماء اللي دعاء الافتتاح يوصف خشيته من الله سبحانه وتعالى، من خشيته ترعد السماء وسكانها. هذا جبرائيل العظيم يرتعد من خشية الله، واحنا الناس البسطاء البشر نعصي. ايوه هسه شنو؟ تخيل تخيل رب العالمين يقول لي صوم وانا اقول له لا ما اصوم بكيفي، هاي اولا دا عصي، ثانيا استحي من الرجل الكبير وما استحي من الرب الكبير اللي بيده رزقي وحياتي وموتي او صابر علي ينتظر، استحي منه. بس انا ما فكرت هيك. مو احنا غافلين، كون ننتبه. انت تدري اللي جاهر بالمعاصي شنو يسموه؟ فاسق. وامير المؤمنين عليه السلام يقول مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. كل هاي الامور انا مسويها باكله وشربه. مو بس هيك، قد واحد يشوفك ويتعلم منك وتنتشر هاي الظاهرة بالمجتمع. والرسول صلى الله عليه واله يقول من استنى بسنة باطلة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا ما كنت منتبه، فعلا غافل. يا المشكلة مو ماي، عصير ونستلة. في أمان الله. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافراً.